فمثلا هذه الخريطة نقوم بحذف هذه الخرائط، نختار مثلا أريد معرفة حجم الجزائر بالضبط، فأبحث عنها بهذا الخيار Algeria، تظهر ملونة بالأزرق ويعطيك بعض المعلومات عنها من مساحة وغيرها. الآن أريد مثلا مقارنتها مع أي بلد في العالم. كما تعلمون أن هذا الإسقاط ليس إسقاط صحيح 100%، وإنما فيه بعض الأخطاء وهذا معروف. فكل خريطة عند الذهاب إلى الشمال يزيد حجمها ويقل حجمها في خط الاستواء، وكذلك إلى الجنوب. فمثلا الجزائر كما تشاهدون حجمها إذا قمت بسحبها إلى الوسط يصغر حجمها قليلا، ثم يعيد الكبر إلى في الاتجاه جنوبا أو شمالا إلى الأعلى، يكبر كلما اتجهت شمالا. فمثلا أريد مقارنتها مع الهند. هذه الهند قبل تسمى شبه القارة الهندية، قبل التقسيم كانت تضم باكستان ونيبال وبنغلاديش وبلدان أخرى من هنا. نقوم بمقارنتها مع الجزائر، فما لي إلا سحب خريطة الجزائر ووضعها فوقها كما تشاهدون تقريبا مشابهة، ويمكنك تدوير الخريطة من هذا المكان إلى اليمين والشمال لتحصل على المقارنة الحقيقية والمقارنة التقريبية. كذلك لو قارنت الخريطة الجزائر مع أمريكا مثلا، نقوم بسحب الجزائر إلى أمريكا. كما تشاهدون أمريكا هي قارة كبيرة جدا، هذه هي حوالي النصف، أو الجزائر توازي نصف أمريكا. فألاسكا كذلك هي حجمها صغير فتظهر كبيرة جدا في الصورة كما تشاهدون، عند مقارنة بالجزائر تظهر نصفها. كذلك كندا وغيرها كما قلت، فعند الاتجاه إلى الشمال أو الجنوب تكبر الخريطة أكثر. فمثلا غرينلاند فليس حجمها بهذا الشكل، تظهر كأنها قارة ولكنها صغيرة جدا. إذن هذا هو الموقع إخواني، يمكنك استغلاله في مقارنة أو معرفة حجم أي بلد تريده في العالم. أتمنى أن يعجبكم ويفيدكم هذا الشرح. إلى الدرس القادم والشرح القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.